وباش تكون عندنا وقاية مثلى من ضربات الشمس ومشاكل البشرة، أقول جيدا ضربات الشمس ومش ضربات الحر، ومشاكل البشرة اللي تخصنا الجلد في فصل الصيف، لازم تستخدم واقي الشمس أو كريمات الحماية من أشعة فوق البنفسجية أو أشعة الشمس. ايضا تستخدم مضادات التعرق اللي ما راهيش مسرطنه كما قلت لكم في كل مره، عكس الاعتقاد الشائع، لانه ما كاش دليل علمي يربط او يؤكد ارتباطها بالاصابه بالسرطان. وايضا لازم تحرص على الاستحمام بشكل يومي، يعني تاخذ حمام بارد في فصل الصيف، وتحرص دائما على ارتداء ملابس قطنيه لتحمي البشره تاعك. ما تنساش تشرب كميات كبيرة من الماء باش تيدراتي البشرة تاعك وتخليها بيان ادراتي وما تصابش بجفاف البشرة ولا ديزيدراتاسيون. لازم ايضا تقلل من التوابل في الطعام وتعرف نوعية الاكل اللي راك تاكله، ما لازمش تكون فيه توابل بزاف، ما لازمش تكون فيه الملح بزاف، وتتجنب التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس، وتتجنب ايضا الامور اللي حتخلي واللي تزيد من نسبة حدوث الحروق عندك وفي الجلد تاعك. ما تخرجش في وقت الظاهرة طبيعة الحال، ما تعرضش أشعة الشمس في وقت الظاهرة. وباش تتجنب أيضا الرائحة الكريهة ولا رائحة العرق في فصل الصيف خاصة، لازم أو يمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر، تاع الشاي الأخضر هذوك تحطهم في مناطق اللي يكون مصابة بفرط التعرق ولا اللي تعرق بزاف تحت الإبطين وغيرها، لأنه الشاي الأخضر عنده خصائص مضادة للأكسدة قوية، وهو يعتبر مزيل للسموم والبكتيريا أيضا.